السلام عليكم، حابكم في وصفة طبخ مغربي او في قناة وصفة طبخ مغربي. غادي نبداو في الوصفة ديال طخت بالبنان والكراميل. فغادي نحتاجو في المقادير ديال لا طخت او الكيك الاساسية اللي غادي نزوقوها بكريمة وبالكراميل وبالبنان. فالمقادير ديالها هما كالتالي: غادي نديرو 3 ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ، نصف كأس من السكر، وغادي نخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. عاد غادي نضيفو عليهم نصف كأس من الزيت، تنعبرو كل شيء بكأس ديال العنبة، ونصف كأس من عصير الليمون أو لا اليوغورت. إذا بغيتو تستعملو اليوغورت ديرو يوغورت داك الصغير أو لا نصف يوغورت. وغادي نضيفو الدقيق، غنضيفو كأس ديال الدقيق وخمارة وحدة، ونخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. الى بنينا الخليط من بعد ما كنديروا كاس ديال الدقيق مازال جاري، نضيفوا واحد المعلقه ديال الدقيق، تنحصلوا على خليط يكون هكا بخليط الكيك، ما يكونش ثقيل بزاف، خليوه خفيف باش هكا تجيكم رطبه بحال الجينواز. فالكيك ما كيكونش طالع بزاف، حنا ما بغيناش يكون شي كيك طالع، بغيناها تكون طاخت، ما يكونش كيك غالب بزاف على الكريم. كل طبقه تاخذ قياسها. فغادي نفرغوه في واحد الاناء مدهون بالزبده ومرشوشه بالدقيق، وندخلوها الفرن تطيب وتحمر. ودابا غادي نحضروا الصلصه ديال الكراميل. فكناخذوا واحد المقلات، من الافضل تكون هكا مقله كبيره باش يتكرمل لينا السكر بسرعه، ما ياخذش لينا الوقت. غنديروا واحد راس معلقه صغيره او قبيصه ديال الملح مع كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، نحاول نوزعوه هكا على المقله كامله، وواحد الساشي ديال سكر فانيلا فقط للنكهه. وغادي نديرو معاهم جوج معالق كبار ديال الماء، فكنعبرو كأس الا ربع ديال الماء، وكناخدو منو جوج معالق كبار ديال الماء نضيفوه على السكر. نديروهم فوق نار هادية بزاف ونخليوه حتى يذوب ويولي كراميل. صافي، هنا كنبقاو منين كنشوفو انه ذاب كله، من الافضل نديرو النار مهيلة باش ما يتحرقش لينا السكر وتولي لينا الكراميل هكا مره. ملي كنحصلوا على قوام هكا كيولي اللون ديالو ذهبي ديال السكر، داك كاس الا ربع داكشي اللي تبقى منه ناقص ملعقه اللي ضفنا في الاول كنضيفوه على السكر بحال هكا. من الافضل يكون الماء سخون باش هكا ما يتحجرش لينا السكر وينجح معنا الكراميل. يعني تنسخن الماء مزيان عاد تنديروه معاه كاس الا ربع من الماء، او اللي بغات دير بدل الماء الحليب ديال الحليب اللي بغيتو، غير هو خصو يكون سخون كنسخنوه مزيان. كنخليوه فوق البوطه تنحصلو على خليط بحال هكا، ما تخليوش بزاف حيت الا خليناه مده طويله فوق النار منين تيبرد تيتحجر. فاول ما كنشوفوه بدا يتقال كنطفيو عليه حيت السكر غادي يزيد يبرد ويزيد يقصح. صافي، ها هي الصلصه ديال الكراميل عندنا واجده. تنخليوها فشي بلاصه تتبرد ونديروها في بواطه، الا بغينا نخبيوها هكا في الثلاجه نديروها في واحد البلاطه بواطه ونسدو عليها مزيان ونخليوها في الثلاجه. غير اهم حاجه ما تخليوش تيقصح فوق النار، غير نشوفو بدا كيتقال نطفيو عليه باش هكا ما يقصحش لينا ملي يبرد. دابا غادي ندوزو نحضرو الكريمه اللي غادي نحطو فوق الكيك. بالنسبه لصلصه الكراميل اللي ما بغاش يصاوبها في الدار فكتباع جاهزه، انا فقط عطيتكم فكره هكا باش تقدو كل شيء في الدار. اللي ما بغاتش تصاوبها يمكن ليها تشريها جاهزه كتباع جاهزه، والثمن ديالها ما غاليش بزاف، ولكن ديال الدار كتبقى طبعا احسن. غادي ندوزو دابا نحضرو الكريمه. غادي نديرو فيها 3 د المعالق ديال السكر سنيده وجوج معالق ديال النشا او بودره ديال النشا، مايزينا جوج معالق كبار، كيما شتا غنبقاو نحركو هكا غير بشويه، ما تكونش النار عاليه، اهم حاجه النار ما تكونش عاليه باش نحصلو على كريمه تكون كريميه. غير بشويه نبقاو نخلطو فيها حتى نحصلو على قوام يكون متجانس، ما تخليوهاش تقال بزاف وما ديروهاش عاوتاني خفيفه بزاف. تبعوا كما غتشوفوا في الصور
ملي نحصلو على هاد القوام هذا نطفيو عليها. ملي كنحصلو على هاد القوام هذا كنضيفو عليها معلقه كبيره ديال الزبده باش هكا نحصلو على قوام يكون كريمي وما تقصحش لينا الكريمه. وللتزيين ايضا غادي نحتاج واحد جوج ديال البنانات، غادي نقطعوهم هكا دوائر ونخليوهم جانبا. ها هي الكيكه خرجتها من الفرن، كتجي بحال الجينواز خفيفه بزاف، ما ديرهاش غليظه بزاف باش هكا يكون هكا تناسق بينها وبين الكريمه. دابا حطينا الكيك في الطبق، طبق التقديم اللي غنقدموها فيها. ديك الكريمه حتى هي كما كتشوفوا ما ديروهاش ثقيله بزاف، حيت البنات كيقولوا لي راه قساحت لينا، حيت كتخليوها فوق النار مده طويله. اول ما تشوفوها بدات كتشد في راسها ديروا معاها معلقه الزبده وحيدوها باش هكا تبقى خفيفه. وايضا ما تخليوهاش تبرد بزاف، حتى يطيب الكيك عاد نصابو الكريمه، ماشي نصابو الكريمه ونخليوها. كاين كيكات بعض الكيكات اللي كنت حضرت كنقول اننا كنصاوب الكريمه هي الاولى ملي كنبغيوها تكون هكا جامده وقاسحه ونبغيو نديروها في وسط الكيك. اما الا بغينا نديروها هكا كتزين فوق الكيك فمن الافضل ما تخليوهاش تبرد بزاف، يعني عيد تدفى شويه ونزينو بها. كما شفتوا غنسرحها فوق الكيك كامل وغادي نزوقو بدوك دوائر ديال البنان. ها هي صلصة الكراميل، فأنا خليتها في التلاجة حتى بردات مزيان، عاد غادي نزوق بها الطاخت. قبل ما نديرو صلصة الكراميل فوق البنان كنرشوه هكا بالسكر الثقيل، علاش؟ باش داك البنان ما يكحلش ويبقى اللون ديالو مزيان، واخا تكون تجلس معنا في التلاجة اللون ديالو ما يتبدلش، يبقى هكاك صفر ما يكحلش. اولا يمكن ليكم قبل ما تزوقوا بيه ديروا معاه شويه ديال الحامض، فبجوج بيهم كيحافظوا على اللون ديال البنان وما كيكحلش. صافي، من الفوق هكا غادي ندوزو خطوط من صلصه الكراميل، من بعد ما بردات نزوقوا بها هكا بخطوط ونخليوها تبرد عاد نقدموها. هذا هو الشكل النهائي ديال الطخت ديالنا اليوم، هايله كتجي بنينه بزاف. جربوها وتسناونا حتى الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه. السلام عليكم.